وفي نفس الوقت الناس ما تملش ما تزهقش. يعني ما مش حن مش حن مش عارفه اسميها لك ازاي. في ناس بتمل من كتر الحاجه، ما هي مش هقول بتتكرر، بس الخط بتاع الفنان، انا عن نفسي حاطه لنفسي الخط اللي انا عايزه اغني فيه بالشكل ده، فالناس ممكن تفضل بصة انه هي تفضل كده كتير ولا ايه، بالرغم ان هو ده الخط الصح، بس هو بيبقى فيه كده. فانا قلقانه بس من رد فعل الناس ان هم يملوا. بس انت مكمله على الخط ده على قد ما هقدر طبعا. اه يعني انا هفضل فيه ان شاء الله. خايفه من ان انت تتعرضي لاي بايكوت مثلا؟ من فين؟ من اي حاجه، من اي الوسط يعني. اكيد طبعا اكيد، بس بسيبها على الله يعني، لاني مش ماليش دعوه بحد زي ما بيقولوا، واللي عايز يأذي حد ربنا بيأذيه. يعني انا مؤمنه بكده يعني، وبشوف قدام عيني ان في لحظه ما حد بيفكر يأذيني الحمد لله ربنا بيفكر يعني بيحذرني او بيديني الحد اللي يقول لي الحقي ان في حد هيضربك في ظهرك، وبعدها باخد حذري على طول يعني. فالحمد لله. الصعوبات اللي واجهتيها اكيد اي مجال بتخشي بيه خصوصا في الوسط الفني المنافس الشرس جدا، ايه الصعوبات اللي انت واجهتيها؟ مش صعوبات قد ما هي غلاسه عارفه. يعني لسه ما شفتش مرحله الصعوبات الحمد لله. يعني غلاسه من انهي نوع؟ يعني مثلا مطربه غيرانه من الياسمين دي لما تطلع تعمل بومينج؟ بالظبط كده، غلاسه انا بسميها كده. لا تغلس ازاي؟ لا مش لازم التفاصيل، بس هي بتبقى كده، ده اللي انا اقصده. مثلا صوتك مش حلو؟ لا لا ما يتقليش في وشي، هو بيحصل حركات من ورا من ورا الكواليس. طب السؤال مش صريح، نجمات معروفة ولا مش لازم؟ ما ينفعش اقول.